انا امي ما تدري هلي والله هلي بنصدمون اقسم بالله امي اكثر وحده بتنصدم عاد امي دائما تقول لي يا حسام ايش ترى استر جاك هديه لا جاك هديه انا بعد ادق على هلي شي يجون وبالليل عشان بجيب العشاء والله العظيم خلاص سمت الله وبركاته حبايب قلب اليوم رجع لكم في مقطع خرافي جدا مع مقطع مقلب حسام ناوين حسام نية وسخة والصراحة أنا سعدت سعود يعني بهذا الشيء يا شباب إني ناوية يا شباب اللي ما شاف مقلب اللي قبل والله شباب عذبني صراحة لازم تروحون تشوفونه إيه نهاية المقلب يقول نواف فكرة زاه ونواف اللي ونواف يتورط أنا بنجل حسام أول شيء خليني أقول لكم حسام له فترة طويلة قاعد يدور له على شقة بيستقر كل ما خلصت التصوير ولا بعده بيوم ندور لنا شقق يعني لا طفشنا وحتى نواف يدور لنا بالبرامج يعني كلنا نعطيه شقق ها وش رايك يروح يشوف يقول لا والله المهم قررنا اليوم ان نسوي له مقلب كاننا شارين له شقه حنا ثلاثتنا راح نفاجئه اليوم وراح يشوف يعني الشقه كامله شلنا كل شيء يدل انه مو مؤسسه ولا مو ايه أجل. يعني كل شيء شلناه بنحط برضه دروع بنحط برضه صوره جايبين شنطه كامله يا جماعه الخير من الاستديو كامل مشغلينها عشان بنحطها وبنوزعها ان شاء الله وراح نمر بعدها حسام عشان ندخل الغرفه نقول تفضل هذه الغرفه زي ما تشوف هذه الدروع بيقول اوف وش الدروع ليش جايه هنا بنقول هذه يا طويل العمر الشقه باسمك تستغرب استغرب اكيد مستانس اي بس والله اني ادري بيمبسط والله العظيم بالنهايه لا بس صدقوني ما راح يصدق انا احس ما راح يصدق لا لا شف لا حسام بتوقع بيصدق لانه من زمان يبغى شقه اتمنى انكم ما تقصرون من ناحيه اللايك وغير كذا الاشتراك ضروري جدا 5 مليون تكفون يا شباب نبي نوصل باقرب وقت والله من زمان نحتري اصلا والله يا جماعه الخير كنا متوقعين راح نوصل 5 مليون بعد المقلب اللي سويناه في سعود اللي ما شافه نهايه السنه ايه اللي ما شاف مقلب سعود يروح يشوفه اقسم بالله يهو قوي توقعنا نوصل 5 مليون فيه بس صارت مشاكل عشان جننا وصارت يعني يقولون ممنوع انكم تجننون الصغير وهذا مقلب حنا قناتنا ندل على مقالب لازم نسوي له مقلب نجننه قالوا لا ليش تجننه فيه عشان كذا وقفوا المقطع فتكفون وراح يوقفون ذا المقطع وراح اجنن حسام لا حسام كبير عادي بس يقولون صغار لا راح نروح الحين الغرفه ان شاء الله وراح نرتب الوضع وكل شيء نهيئ نفسيا بعدها راح نمر حسام نقول له تجهز المهم يا جماعة الخير زي ما تشوفون سعود جاب الشنطة هذه يلا مشينا سيد نواف ندخل الحين ونضبط الوضع إن شاء الله شفتوا هذه حقت حسام ناتفينها عشان يصدق وهذا صور له وهذا الدرع وهنا برضو شوفوا افتحوا ذا هنا اوكي ايوه صح ايوه جبار شو باقي وهذه هنا ثنتين وهذه صورة حسام الف مبروك الشقة الجديدة يا حسام يا حسام طبعا راح نمر الحين حسام ونجيبه هنا ونفاجأ هذا المكان ونوريه دروع عشان يصدق اكثر نوريه الرسالة برضو نوريه الصور نوريه زعتور ناكفينا عشان يصدق الله خليه يأكل اول واحد يأكل كلمته حسام يقول والله معليش انا كان عذرني مشغول الحين قلت لا لازم ابغاك فقال انتظرني طيب عطني نص ساعة قلنا ننتظرك نص ساعة عشان كذا جلسنا وطلبت انا اكل ونواف بيسوي له قهوة يتفلسف وسعود يمكن ياخذ له شغلة المهم والله جو اللعان اسبريسو شو مسوي شو المهم يا جماعة الخير كلمنا حسام يقول تعالوا لي الحين الحين رايحين له ناخذه ونروح ان شاء الله والله متحمس ردت فعل الصدق معليش التأخير تو الناس والله معليش تعبان والله اني مزكم ها والله معليش التأخير ركب هلا حبيبي زعلان يوم قلت هلا حبيبي يا حال حسام هلا والله اخباركم شخصنها سعود ترى صراحة مفاجأة المقلب اللي ما شافه يا شباب هو ترى ما نزل عندكم لانه كان مرة قوي مالي والله العظيم مقلب مرة قوي ترى شفت خلاص سامحنا ترى شوي زعلان المشكلة انا مصور مخليهم ويقول انت صاحب الفكرة انا ايش دخلني انا شوف والله رايحين احنا مكان اوكي تمام عشان كذا متحمسين ناخذك صراحة معنا انت المهم يعني تمام اي يعني شيء مرة مهم لازم تشوفه الصراحة احنا شارين شيء
تمام؟ خلصنا من الكتاب. ايش ناوي يعني؟ انا كني فهمت. عرفت خلاص. انت قايله بسناب بعد. وش؟ كافي. لا والله الكافي. لا هذا الكافي لي انا اوكي بس لا في شيء لك انت. انا؟ احنا مسوي لك مفاجأة ان شاء الله عشان كذا مصورين ردة فعلك والحمد لله انك جيتنا اليوم. لا طقطق. والله العظيم. شرينا لك شيء انت تتمناه. على فكرة. انت ابغاه يعني. شوف توتر. وش تتوقع طيب وش تتمنى يعني؟ درع المليون والله العظيم. درع المليون. تحلم فيه. اللي حق القناة الثانية الا هو والله هو. لكن ما علمني النجاة والله العظيم هو درع المليون. لا يعني شيء حلو شيء حلو بس مو بدرع المليون. طيب نشوف. متى طيب وين يلا وين؟ هذا رايحين للحين ان شاء الله. شكله مطعم تعزمين على مطعم. ما ابي مطعم لك انا ابي الدرع. السلام عليكم حياك الله يا ابوي. هلا باللي رضى علي. والله العظيم انك واحد جعود. والله العظيم ما حد اضمنك. لا والله ما عاد والله ايش اسوي سعود والله ايش والله العظيم انك ناس شيطان كان بيننا الشيطان. والله انت شيطان. ايش الشيطان؟ في سماعات. وش اللي نرقص اقول؟ شكلك سوي لي مسرح. اقول لك في سماعات. والله مسرح شكله. الحين بتفاجئني مع المتابعين الحين بيصرخون. متابعين موجودين صح؟ ما في متابعين مش شيء. والله احس الحين برستيج الحين مسرح الحين. قص صوتك بس انت ما عليك ادخل. ترى في تصفيق. اكيد جايب المتابعين. هد هد. جايب المتابعين. لا توتر لا توتر. والله شكله مسرح والله العظيم. مسرح مين؟ مسرح. مسرح. نواف عاد بمسك على شيء. الحين دخلنا للسنسير. واو. حلوة الميزة. تعال. والله تخطبوني. تعال خطبناك. والله تخطبوني. والله اني خايف. يا عيال ما يقلب. والله تخطبوني. لا لا ايش دعوة ايش دعوة؟ طب ايش نبي فيك؟ اي والله ايش نبي؟ توشنا منك. علمة. مكروب ثاني. أنا عارف الاسم. استقبلوني عشان. شوف يا فخامة. عشان في هدية. تعال. بسم الله يلا دخلوا يا شباب. كيف الإطلالة أول شيء؟ كيف المكان كويس؟ والله جامد. آخر مكان أنت بالزاوية. بسم الله يفتح النفس يودك تسكن هنا مدى الحياة. والله يفتح النفس. ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. إيش تبع هي عندكم؟ صوري. ما شاء الله وين المفاجأة؟ شوف بس اقراها. الف مبروك الشقة الجديدة يا حسام. لا مبروك. لا 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 اخصم اخصم اخصم. من زمان يبغى الشقة وجبنا لك الشقة اللي تتمناها الحمد لله. مع درع المليون. شوف دروعك ناظر دروع وشوف المليون هناك. لا اصبر لا والله ما صدق لا والله لا 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 اخ صخ 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 المبروك. لا 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 والله والله طيب خذ برمه خذ برمه انت ورشتها كلها كل شيء مفروش واخذناها مفروشه برضه ها وجبنا لك الملك فتره صح صدقني مو فتره صدقني مو فتره صدقني ملك لك طيب خذ برا طيب ممكن تعجبك من طاقه كيف جبتهم كيف جبتها من بيتنا من عطاك اياها هذه يا طويل العمر دمي وهذه كيف طبعتها والله شوف كن معك صريح لازم في تعاون لازم في تعاون عشان مفاجاه لازم تكون في تعاون فكلمت اخوك لازم شوف برمة خليك برمة بسم الله لا سويتها كل شيء ترى احنا ماخذينها هي مؤثثة لا 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 يا ربي لا 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 دقيقة بتاخذ شاور لا 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 يا حمار لا لا يا حمار لا لا يا حمار يا اخي يا حمار لا 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 يا تيس المبروك 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 الله الله عاد تحاول جرك حشاوي بيصيح الله يلعنه طيب بلاني كله مويه والله يا رجال تحرج الكاميرا استعوى لا والله قويه والله تستاهل بالعكس والله تستاهل مكان يسويها تستاهل استعوى ايه والله العظيم ما شفناه اي والله استعوى اقسم فكرنا بسياره وكذا قلت لا دقيقه هذا عنده لا والله اقسم بالله لا تجيبهم مفطح الحين نار
لا تجيبها تجيبها تجيبها. والله العظيم والله العظيم خلاص لا تطلب 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 بس دقيقة. والله العظيم اني انا ما ادري في حلم في حلم اقسم بالله. الحين 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 ما بقى له زواج. اسمعني الحين ما بقى له زواج. لازم اغلاضي انا واوتي عنده خلاص اليوم نتعشى ان شاء الله بجيب. والله شوف تبغى وش تعال طيب يقول ابغى جوال. جوال ايش؟ اخس خلاص جاك اخس يلا جيب حزين زعلان جيبها ما دام شرالي شقه يستاهل. الله اكبر خلاص يعني ترى سعود صامل. سعود خليك على جوال لا تنزل عن جوال. ايباد في ايباد حلو كويس بني بني يا الله يعطيك العافيه بني زكم انت زكم زي مزك متعبان واسنانه يوم جيت جنب راسه وجاني سوي بزنس مان بتجيب الكاميرا اللابتوب هنا حقك خلاص مونتاج كل شيء التأديب لا الوضع مرتب الله تغير حس كذا يو ايه مسالس مره تطلع ها عشان اهلي بيجيبون بتشوفها اي صح هذه هذا من حقه ولا يا عيال صحيح معك بس اسمع انت متى بتجيبهم انا بعلمك انا امي ما تدري هلي والله هلي بينصدمون اقسم بالله امي امي اكثر وحده بتنصدم عاد امي دائما تقول لي يا حسام ايش ترى استر جاك جاك هديه لا جاك هديه انا عندك مالك انا بدق على اهلي شي يجون وبالليل عشان بجيب العشاء والله العظيم خلاص بس حلو الصاله صح يعتبر شوف ترى كويسه شكلك كانت وزوجه يعني كمبدئيا ما شاء الله حلو بالعكس حلو والله لا تدري وش اشتري لي فيلا نجي هذه مثلا نجي هنا نجي نطقطق نسولف فيها مكانه حلو بعد والله مكانه حلو بيض الله وجيهكم اقسم بالله عليك الله يسلمك وهذه محتفظ بها رساله هذه 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 هديه الحلم هذه بتحطها برواز شكرا ركان شكرا سعود شكرا نواف مهما كان الناس في المقلب اللي صار نواف انا اعتذر منك وسعود وان شاء الله ما عاد في مقالب خلاص دامك فاجاتني ذي ما عاد في مقالب اوكي ابشر مالك انت عبد يقول ما خلاص ما طيب وش تاكلون يا شباب وش ودكم تاكلون؟ والله يعطيك العافيه والله شوف والله يعطيك العافيه حرفيا انت بدك والله جيب لي من معك بس بنجيب عشاء بسيط من معك ما تبي جونها بجيب عشاء للرجال وانت ايش تبي تاكل؟ انا بس والله بالعافيه والله توني ماكل اطلب من التطبيق يجينا عود لا 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 ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج تطلب ما يحتاج تطلب اسمع انت بتجيب اهلك الحين دقيقه اختي فرحانه دقيقه قبل ما تكل او كلمهم ليه؟ كلمتهم؟ ايه دقيقه بس يا ربي ما ادري ايش فيني كنت اضحك حتى انا ودنا نضحك ودنا 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 كلم هلا عيا نمدد يوم وش لا تستاهل طقطقون والله العظيم طقطقون ها شفت تضحك قل يا اخي شوف بس انت صادق بتجيب هلك انا اقول والله ما يحتاج ولا تدري شلون جيب اهلك والله والله جيب اهلك اسمع 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 جيب اهلك وحاول انهم يمشون بسرعه ليش؟ عشان تسلم الخطبه ترى تسلم ما في وقت انت بتجيبهم الحين ترى انت شو لحقني؟ شوف شعار طلبتهم ضامن لا ما خلى شباب بعد السنة تفضل يا عيال تفضل تعال 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 هي شوف اضحك شوف اسمع عيسى شوف اضحك بيتا طيب اطلب لي بالله الاكل بتجيب لنا مفطح ولا كيف؟ احس كل زق تعال طيب تاخذ ليش ما اخذ الصورة هذه اهم شيء ليش ما اخذت الصورة هذه وين تمشي؟ تمشي؟ ها؟ دقيقة لا والله والله بتروح لا والله لا والله ايش دعوة لا والله تروح حبيبي وين؟ استريح 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 فرح الواحد بعدين استريح 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 قل لها تقول لي ملك قل لها ملك كله اجلس 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 والله شوف اجلس اجلس انت هاد تبي تقول قصه استهدي بالله خذ مويه ملك 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 بس حبينا شوي نلعب معاك والله معك فرحان اقسم بالله والله والله شيك 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 ها وش والله صح والله ما والله صح والله صح بقرك والله صح بقرك بغيت تستهدي بغيت تستهدي دمك يا اخي خايف فرحتي تو خايف كل شيء اقسم بالله حركات مبزره
وخ 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 والله تدري والله تدري والله تدري والله اشرب والله اشرب والله نسى خلاص سجل والله طيب اجي سجل سجل وخ خلاص خلص خلص صارك يا شوف ترى في ناس جنبنا لا تزعج لا تزعج لا تزعج وتجيب لي الجوال وتجيب مفطح ترك وعدتني أوكي والله ما أجيب لك والله وعدتني ومصور وانتحلف أوريك والله والله نيجي صح والله ننزل وعد من وعد أخلف نجيبها على الجرح يعني أقسم بالله نجيبها على الجرح أقسم بالله ما تقول وقفنا مقالب ما تقول وقفنا مقالب أقول لهم حقك ذاك وشو وشو اللي مسويه أقسم بالله لا والله ما تقول أقسم بالله والله العظيم أقسم بالله والله ما تقول شوف اسمع دقيقة ركز أنا قايل لك هذه خاصة لا 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 خاصة بس ايش خرب فرحتي ايش خرب فرحتي خاصة ايش خرب فرحتي صور صور أقسم والله ما تقصر بالمدة والله ما تقول يا شباب تعالوا مسويه أقسم بالله أنه مسويه واسمه وفاتحة من زمان ولا يقول لا تعلم أحد واحدة بواحدة رديتها بالمكتب نزلة والله ما تقصه والله ما تقصه أقسم بالله إنه ينقص أقسم بالله ينقص هذا مشروع بس خرب فرحتي هذا مشروع بس خرب فرحتي هذا مشروع دقيقة هذا مشروع هذا مشروع هذا مشروع قايل أنا هذا مشروع مخليه لي خاص انا بس موري قايل لاهلي واللي حولي بس اذا نجح ايه بعدين ايه اجي اسخر فرحتي راسي وجعني راسي وجعني راسي وجعني راسي وجعني انت مسوي لي مقلب انت مسوي لي مقلب انت مسوي لي مقلب راسي وجعني ما سويت له مقلب انا ماسك التصوير انا انت اذا بتردها رد عليهم هم انا ايش دخلني انا هم اللي ماسك التصوير هم اللي ماسك التصوير هم اللي ماسك التصوير انا ايش دخلني انا تنتقم مني انتقم منه هو ايش دخلني انا يا حسام حسام ترى تحتنا هذا تعبان خلنا نذكرك بالخير خلنا ندعي لك الله يشفيك الله يشفيك دائما توقف معي دائما توقف معي دائما توقف معي تزعل علي وما ادري وش المقلب اللي قبل وش وقفت معي من مسوي الفكره اللي قبل المقطع اللي قبل قبل اوكي قال والله ناويك اي والله صح هذه حتى منزلين بحساب الاساسي ما قلت انا ناوي الله دقيقه دقيقه خلاص رضيت غصب عني ولد ما في ملح ما في سكر ملح يعني انا مالي دخل براكان ولا مالي دخل بنواف بيني وبينك هي خلاص أوكي. صار تحدي بيني وبينك أوكي بس انت ليش مشكلتك مشكلتك اذا صحت ولا زعلت يجي اللي تبي يحضرها علينا عرفت عشانك طفل اي انا مرد سمعت صوتك لان كذا قفل علينا المقطع اللي انا اوريك انا اوريك انا بس بقلب بدون ما اصور عشان ما يقفلونه وانا اعلمك ترى والله العظيم يا عيال ترى ذا من زمان ما قلبناه انا مو بحق والله من والله صدق هذه كلمه حق لازم نتفق عليها والله مو بحق مقالب انا صدق انا بعيد عن المقالب لو سمحت وانا اصور واعطيكم افكار بس انت انبسط فيها اليوم اجيب اهلي انبسط فيها عشان بكره تكلمها ان شاء الله يلا يلا نوف اي هذه اعمالكم شر اعمالكم يلا رجعوها لا 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 نوف انتم تضيع اقسم بالله لا 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 لو تضيع هذه الامانه يا ويلكم هذا مستقبلنا كله كذا وصلنا لنهاية المقطع يا جماعة الخير إن شاء الله نالت إعجابكم هذه الفكرة المقلب سعود وكلنا احنا تعاوننا على أن نسوي فيه مقلب حمسنا المسكين وجبناه وهيئنا نعطيه الشقة وآخر شيء صدمنا أن هذا مقلب عشان نرجع حق سعود في المقطع اللي قبل الحمد لله وبرت خالص طبعا أنا مالي دخل بالمقالب أنا بعيد عنكم يا سلام سعود والله مقلب قوي صراحة كليته يعني فرحتي وهذا بس قريبا قريبا من اللي راح يندف عط 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 اسامي محدده اكيد برا خلاص انتم طلعتوا منها هذا والله انت والله وري احنا نتابع ولا كنا حبايب صرنا اعداء الان اللي يبغانا يجينا احنا نساعد شفت العذال كيف شفت كيف يضحكون علينا الحين خلونا نتمشكل خلونا يضحكون علينا خلونا نتمشكل انا وياك تعال سعد معنا صدقني راح نظبطك حسام اذا بتجي معنا راح نظبطك انا ماني مع احد راح نظبطك حنا لا تزبطوني ولا كيف كيف هو ما وده احنا عطيناها النعمه بس معهم هو خذوا خلاص اسعد وبقول لكم تصريح مره قوي صراحه تفضل انتم شفتوا دمعتي وشفتوا فرحتي بعد الخمسة مليون شوف ايش بسوي فيهم فتكفون خمسة مليون اقسم بالله اول ما نوصل خمسة مليون اول ما نوصل بيجيكم على طول ينزل لكم مقلب ثلاثتهم كلها
قسما بالهذا انا حلف صعب صعب بلعهم مقلب هم ما يدرون 5 مليون وعدنا، واذا انا ما سويت المقلب بعد 5 مليون انا مكفر. طب ركز لي ترى ثلاثه صعبه. شوف وعدنا 5 مليون اجيكم ان شاء الله، ودخلنا 5 مليون راح اردها. مع السلامه. اوكي يعطيكم العافيه يا جماعه الخير. قبل كل نهايه مقطع شفتوا كلام حسام وهياطه، وصلوا بالله 5 مليون وخلنا نشوف شلون هياطه على ثلاثتنا. والله العظيم انها صعبه صعبه يا حسام، علمناك ما في شيء صعب. نشوف قبل كل نهايه مقطع راح نحط لكم تاج لافضل واحد حط لنا في الانستغرام تاج اخترناه عشوائيا. اذا ودك تشارك صور الشاشه حط لنا تاج في الانستغرام راح نختارك عشوائيا في الحلقات الجايه باذن الله، وحساباتنا برضو تلقونا تحت. تعالوا لنا والله تعالوا لنا وقولوا لنا جايينكم من اليوتيوب عشان نفرح اكثر واكثر، نبغى مصدر الجايه من وين جايين عشان ننبسط اكثر. اذا جاي من اليوتيوب حبايبنا انتم، نراكم ان شاء الله في حلقه قادمه. كان معكم ركان بسليمان و نواف سليمان سعد سليمان حسام، معكم حلقه قادمه معروفه. اعرفها نقاط ضعفكم. وش انا اعلمكم نقاط الضعف؟ سيارة. انا اعرف نقاط ضعفك كلها، نقاط ضعفك اعرفها انا يا رجال. والله ايه. بعدك عندي اعرفها كلها. علمتك علمتكم تنزلها اللي قصيتها. والله تنزل والله ما تنزل.